بعد مرور 10 دقائق لا زال التعادل هو سيد الموقف بين فريق المغرب التطواني وفريق شباب حسيمة على أرضية ملعب بلدي بالعرائش. فترة نجاز النبض بين الفريقين، ظل المقابلة كتبدو متكافئة، تبادل حملات متبادلة بين الفريقين.
Thank you.
مدرب المغرب شريف الحسيني وكيدو بن علي. شوب ريف حسين كان متيقظ وعلى الكرة ضربة زاوية وتمريرة خطيرة ولكن الحكم سبق خطأ. الكرة خرجت من الملعب. يضيف الهدف الثالث مهاجم شباب ريف حسيبي لان الكره صدمت بالشبكه من الجهه. Thank you.
اجي يا خالد Thank you.